خلال استقبال سموه لعدد من المسؤولين والمواطنين، قال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المقر إن التاريخ سيسجل أن البحرين كانت هي المستهدفة الأولى في المنطقة، لأن نوايا الشر كانت تتربص بها وتحاك ضدها لجرها إلى حال من الفوضى وعدم الاستقرار. كما أضاف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن التاريخ سيسجل أن البحريني بوقفته ووعيه وحسه المسؤول أفشل هذه النوايا الخبيثة وقضى على هذه المؤامرة ووقف متكاتفا في صف مرصوص خلف قيادته، ولا نقولها مدحا في شعبنا بل عبرة للأجيال المقبلة بأن شعب البحرين بكل أطيافه كان عصيا عبر تاريخه لكل محاولة لتفتيته ووحدة وطنه من خلال اللعب على وتر الطائفية أو المذهبية، ليضرب هذا الشعب بذلك مثالا يحتذى به في ترسيخ معاني الوحدة الوطنية والتاريخ يعيد نفسه. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من النخب الفكرية والصحفية والثقافية وعددا من المسؤولين ورجالات المجتمع بالمملكة. وخلال لقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن مملكة البحرين ستبقى دائما بخير وقوة بفضل حكمة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وتماسك أبنائها وما يتميزون به من حرص على تنمية وطنهم والحفاظ عليه لهم وللأجيال القادمة. وعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الأسف لجر المنطقة إلى التوترات والصراعات التي تشهدها حاليا، وهو متعمد من أجل خلق قضايا غير ذات أولوية للأمة تشغلها وتثنيها عن قضيتها الأولى وهي القضية الفلسطينية التي ستبقى هي قضية العرب والمسلمين الأولى دائما وأبدا إلى أن تحل، مشددا سموه بضرورة الحذر والحيطة تجاه كل ما تشهده المنطقة من تطورات غايتها إعاقة نمونا وتطورنا وإشغالنا عن قضيتنا الأولى. وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن تمنياته للقمة 36 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية يوم غد بالنجاح والتوفيق، مؤكدا أن الاتحاد الخليجي لا زال أملا نتطلع إلى تحقيقه من أجل مزيد من الانطلاق للمسيرة الخليجية. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الرائد للصحافة وكتاب الأعمدة في التعبير عن نبض المجتمع والتفاعل مع قضاياه، وقال سموه إن للكلمة قوة وتأثير ونحترم الرأي والرأي الآخر، وإنني أعتز بالصحافة وبرجالاتها وكتابها في ظل ما يطرحونه من آراء وأفكار ولهم منا كل الشكر والتقدير.